يعني يا جماعة ما يرضيش ربنا في حتة نجيلة 10 5 في 6 أو 5 في 7 أطلع شوية زبالة قد كده من جنينة من الجنينة اللي عند البنك علشان خاطر الأسر اللي بتجيب أطفالها وبيشتروا وبيرموا الحاجة وراهم في الأرض بيجي ناس تانية تقعد وراهم يلموا الزبالة ده ما يرضيش ربنا. خلى عندنا ثقافة، ثقافة النظافة، لو أي أم جايبة ابنها هنا ما يستجريش يرمي كيس شيبسي في بيتها في بيتها ولا هيقدر يرمي قشرة لب في بيته ولا هيرمي إزازة ولا هيرمي كنز في بيته هيبقى فيها عقاب. فزي ما أنت بتربي ابنك على النظافة في بيتك ربي ابنك على النظافة في المكان العام اللي الناس بتيجي تقعد فيه. خلي عندنا ثقافة الشعب، ثقافة خلي عندنا ثقافة في النظافة وخلي عندنا ثقافة في الأسلوب وفي الحضارة. مش كده يا جماعة، مش كده، ده مكان عام ما ينفعش إن احنا نرمي فيه مخلفاتنا ومخلفات أولادي. لازم يبقى فيه شوية أسلوب راقي، ما ينفعش كده، ما يصحش كده أطلع شوية الزبالة دول كلهم من حتة ما تكملش 5 في 5 أو 5 في 6 أو 5 في 7 متر نجيلة. صوري يا بنتي المكان ده، صوري لي كده، صوري لي المنظر ده. ينفع يعني؟ ينفع؟ ينفع ألم إزازة جنب النجيلة على النجيلة إزازة مكسرة؟ ده ما يديش ربنا يا جماعة اللي انتوا بتعملوه ده، لو أسركم وأولادكم اللي انتوا بتيجوا تغيروا جو هنا ما يرضيش ربنا، ده ما يرضيش ربنا. ولا بلاش رئيس مجلس المدينة يا سيادة الرئيس، لازم تحط هنا في الميدان باسكتات علشان الناس بتعمل حجة إن مفيش باسكتات، ويا ريت تحط لنا باسكتات في الميدان عشان الناس يبقى عندها ثقافة وترمي حاجتها وتعلم ولادها ترمي الحاجة في الباسكت، عشان كده ما يصحش وعيب. ينفع كده يا شباب؟ ينفع؟ ينفع ألم الزبالة ورا الناس؟ ينفع؟ شكرا، شكرا لكل ست نظيفة في بيتها.